السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في هذا الملخص للمقابلة المنتخب الوطني المغربي والمنتخب الإيفواري. مقابلة كبيرة تمت بين المنتخب الوطني والمنتخب الإيفواري، مقابلة انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لمثلين. الهدف الأول سجلها المنتخب الإيفواري في الدقيقة 48 والدقيقة الثالثة من وقت بدل الضائع من الشوط الأول من المقابلة. سجل هدف اللاعب البديل أيوب الكعبي في الدقيقة 80. كانت نتيجة إيجابية للمنتخب الوطني المغربي على حسب المستوى اللي قدم. مستوى صراحة مستوى ضعيف باش نهضروا منطقيا، أن المنتخب الوطني المغربي قدم واحد المستوى جد ضعيف للأسف الشديد. هذه الحقيقة اللي خصنا نعرفوه. المنتخب الإيفواري في هذه المقابلة كيستحق أنه ينتصر. كما نقولوا دخل أيوب الكعبي خطف هدف اللي هو بطريقة عشوائية، ماشي مخدوم أو شي حاجة، بطريقة عشوائية خطر كرة خاطفة خطف أيوب الكعبي لعب أولمبياكوس اليوناني القناص. كان سميو ديك اللعيبة بحال كتسمى قناص، أنه سجل ديك الهدف التعادل لعب أولمبياكوس اليوناني، لعب اللي عنده تكوين مغربي. أيوب الكعبي هذا الهدف دقيقة 80 يلعب له بزاف ديال الحوايج، انه باش يكون الاسم ديالو كاين في كاس افريقيا للامم، لان وليد شديره وحمد الله عطاهم فرصه كثير صراحه الكوتش وليد الركراكي، ولكن للاسف الشديد ما تموش هذا بطبيعه الحال، ما تموش بتاتا هذه الفرصه هذه اللي جاتهم. اذا دخل لاعب ايوب الكعبي لاعب اولمبياكوس اليوناني وسجل هدف التعادل في الدقيقه 80، جميل جدا. لا هضرنا على الاداء، انجورو اداء المنتخب الوطني اداء صراحه مهزوز. بزاف ديال اللاعبين ما كانوش في المستوى، خاصه الظهير الايمن او الظهير الايسر يحيى عطيه الله لاعب الوداد البيضاوي، الشغل الجهه ديالو صراحه ما مش ماشي عطيه الله اللي كنعرفو صراحه في المنتخب الوطني المغربي صراحه، باش نكونوا متفقين على هذه النقطه هذه. انا اعطيت افضل لاعب في المقابله نعطيها نايف اكريد لاعب ويستهام الانجليزي، اللي صراحه لاعب كبير، خرج جوج جوال من الشبكه بطبيعه الحال ديال المنتخب الايفواري، خرج جوج جوال صراحه. نايف اكريد اللي كيبقى واحد الاسم كبير صراحه في المنتخب الوطني، لاعب ويستهام الانجليزي، لاعب صراحه قيمه كبيره عطاها للمنتخب الوطني المغربي صراحه. يحيى عطيه الله عمل فراغات كبيره في ديك الجهه اليمنى، ما كانش في المستوى ديالو الكبير، باش نكونوا متفقين على هذه النقطه هذه. يحيى عطيه الله ماشي هو يحيى عطيه الله اللي كنعرفوا دائما. ناصر المزراوي عملوا كارتيكاز، ما باش بحال اللي قد بوركينا فاسو اللي كنا انا ذاك فزنا بهدف اوناحي، ما باش بديك المستوى الكبير صراحه. ناصر المزراوي اصلا كيعمل كظهير ايسر في المغرب وظهير ايمن في البايرن ميونخ، ولكن الان الكوتش الركراكي المقابله الثانيه على التوالي كيلعبوا كلاعب كارتيكاز. كنظن انا عندك امير ريسارسون واسامه العزوزي، علاش ما نلعبهمش انا تما، ولكن كيبقاو تصورات ديال الكوتش الركراكي. ودخل لاعب امير ريساريسون في الشوط الثاني بطبيعه الحال. اذا المنتخب الوطني اغلبيه اللاعبين ما كانوش صراحه، انا قلت نايف اكريد، امين حارث شي شويه تحرك، وسالم املاح شي شويه، هادو الثلاثي اللي كان مزيان شي شويه، اما اللي باقي صراحه ما ماشي شي مستوى كبير، خاصه لاعب يوسف النصير اللي ما باش على مستوى بتاتا. بعد التحركات الخفيفه امين عدلي لاعب بايا ليفركوز الالماني، عز الدين اوناحي لاعب مارسيليا ماشي ديك المستوى ديالو، سايس عادي لان شنط الدفاع المغربي تضرب بزاف ديال الكرات بطبيعه الحال، خاصه الكره ديال الهدف تضرب بسهوله، والهدف داخل الوقت بدل الضائع الشوط الاول مساله صعيبه، صعيبه جدا يتسجل عليك هدف الوقت بدل الضائع، مساله اللي كتكون واحد المساله اللي هي صعيبه بطبيعه الحال، انا يتسجل عليك ديك الهدف الدقيقه الثالثه من الوقت بدل الضائع. اذا المنتخب الوطني المغربي هذا التعادل اصابه لمثلها نتيجه ايجابيه للمنتخب الوطني كنعتبرها انا، لان المستوى صراحه ما كانش ذاك المستوى الكبير ديال المنتخب الوطني المغربي، مستوى عادي جدا، مستوى صراحه قريب انه يكون مستوى هزيل بان به المنتخب الوطني المغربي في هذه المواجهه ديال الكوت ديفوار. صراحه ما عجبنيش المستوى بصفه نهائيه للمنتخب الوطني المغربي، باش نكون كنهضر انا بالصراحه ديال الصراحه، باش نكونوا ما نعطيوش عاوتاني شي حاجه، ما نقولوش شي حاجه للجماهير اللي كتثق فينا مثلا وفي هذه القناه ديال احمد سبور شي حاجه اللي ما كايناش. اداء صراحه ما كانش في المستوى، ما عجبنيش بتاتا انا المنتخب الوطني اليوم بتاتا، باش نكون متفق على هذه النقطه هذه، بان باداء جد ضعيف صراحه. نتيجه التعادل كنعتبرها من الايجابيات هذه المقابله هي هدف التعادل دقيقه 80 ايوب الكعبي صراحه. ما باش المنتخب الوطني بديك الوجه اللي كنا كنتمناوه صراحه. غياب ثلاثي سفيان بوفا لاعب كبير صراحه، غاب حكيم زياش، غابوا سفيان امرابط، هذو اللاعبين
اللي كيخليو بصمه ديالهم صراحه في المنتخب الوطني المغربي. هاد الغيابات الثلاثه اللي كانوا في شهر شتنبير الثلاث لاعبين، ولكن كان اداء شي شويه مزيان صراحه. لقاء بوركينا فاسو 12 شتنبير حسن لقاء اليوم 14 اكتوبر. لقاء اليوم ما عجبنيش انا بتاتا، قوه كبيره منتخب الايفواري اللي كنشوفو انا قوه جارفه اللي ممكن يمشي بزاف مزيان في كاس افريقيا للامم في المجموعه ديالو الاولى اللي كتضم غينيا بيساو وغينيا الاستوائيه ونيجيريا، لانه بطبيعه الحال قوه كبيره وكبيره بزاف عند بطبيعه الحال عند المنتخب الايفواري كنشوفه هنا. امين حالي شي شويه بان في المستوى شي شويه وصافي، ماشي زعما ديك المستوى هاي ولا شي حاجه. دخول عبد الصمد الزلزلي ما عطى صعيده في المنتخب الوطني المغربي صراحه. عبد الصمد الزلزلي باقي ما قدمش شي حاجه اللي هي كبيره للمنتخب. التغيير اللي كان في المحلي وايوب الكعبي دخول هدف، واخا هدف عشوائي صراحه ماشي مخدوم او لا خدمه او لا شي حاجه، هدف جا بطريقه عشوائيه. سجلنا هدف تاع الدقيقه 80 قدرنا نتعادلوا بواحد لواحد ونخطفوا التعادل اللي هو جد ممتاز صراحه، لان ما كنستاهلوا صراحه التعادل، كنستاهلوا لازم 2-3-0 هذه المقابله باش نكونوا متفقين. هذه النقطة هذه الأداء صراحة ما كيطمنش. 3 شهور باقيين كأس إفريقيا، ماشي هذا هو الأداء اللي عندي به كأس إفريقيا باش نكونوا متفقين أخوتي. على هذا الأداء خوفني صراحة مع المنتخب الإيفواري اليوم، خفت صراحة. أداء هزيل للمنتخب الوطني المغربي باش نكونوا متفقين، ما نكونوش سلبيين بزاف. باقي الوقت، باقي 3 شهور، عندنا مقابلة كبيرة يوم الثلاثاء، خصنا نردوا الاعتبار، نقدموا أداء كبير. عندنا 2 مقابلات في شهر 11، لا أمام تنزانيا ولا إريتريا في تصفية كأس العالم، خصنا نعملوا مقابلات كبارين. وكذلك عندنا شي 2 أو 3 مقابلات وديين في يناير ونوفمبر دجنبر، بطبيعة الحال خصنا نبانوا بشكل جميل. باقي لنا الوقت، باقي لنا 3 شهور، باقي كلشي في يدنا. هذه فقط مقابلة ودية. مقابله وديه. الكوتش الركراكي قال لك حنا ماشي مرشحين في كاس افريقيا باش ما يعملش الضغط على اللاعبين، اما حنا من اكبر المرشحين للتتويج بكاس افريقيا باش نقولوا متفقين. رحنا هما رابع العالم، وصعب جدا باش تكون رابع العالم وما تعملش نتيجه ايجابيه في كاس العالم في كاس افريقيا. هذه النقطه هذه خصنا نكونوا متفاهمين عليها. الاداء ما عجبنيش صراحه، بزاف اللعابه ما كانوش في المستوى. يحيى عطيه الله بعيد بزاف على المستوى ديالو، وناحي ماشي هذا هو المستوى اللي في كاس العالم باش نكونوا متفقين. يوسف النصيري ما بصفه نهائيه ما بانش. دخول اللاعب الاحتياطيين فقط ايوب الكعبي، اما اللاعب الاخرين ما بانوش. واحد التحرك كبير الخنوس فقط هو اللي بين عليه. عبد الصمد الزلزلي ما عملش شي حاجه كبيره بعد الدخول ديالو صراحه. السيباري ما شناش بتاتا، ما عملش شي بصمه اللي هي كبيره وكبيره بزاف باش نكونوا متفقين على هاد النقط كاملين. ان المنتخب الوطني المغربي ما كانش في المستوى الكبير. كنتمنوا ان المنتخب الوطني المغربي يرجع، الحمد لله باقي 3 شهور باقي بزاف الوقت من كاس افريقيا. المدرب وليد الركراكي عايز من بزاف ديال النقط السلبيه اليوم اكثر من النقط الايجابيه. ما كنعتبرش نقط ايجابيه بزاف هاد المقابله صراحه. في هاد المقابله ديال كوت ديفوار ما كاينش نقط ايجابيه بزاف صراحه باش نكونوا متفقين على هاد النقطه. هذه من النقط الايجابيه بزاف ما كايناش للاسف الشديد، النقط الايجابيه بزاف ما كايناش بصفه نهائيه باش نكونوا متفقين على هذه النقطه. كنتمنوا يوم الثلاثاء المنتخب الوطني يعمل شي نتيجه ايجابيه مع ليبيا، والاداء يكون الاداء مزيان صراحه. وانا فرحان حاجه وحده، ايا ما خسرناش اليوم، هذه الحاجه اللي فرحتني اليوم.